والاخوان هذا الزواج هذا والله العظيم الا كيخلعني. قال لك الله يسترك ينعسوا عريانين. يا ربي السلامة. انا ما كرهتش نعس 5 سنين ملي نفيق الكراسي عندي الباك والدبلوم والاجازه وعندي الدار والفيلا وبزاف ديال الفلوس في البنكة والمرأة. الاخوان كاين واحد الخبر عاجل من مصادر موثوقة، تم الغاء البكالوريا واحتساب معدل السنة الاولى ابتدائي. شوف خليك ديما متفائل، الى تحتي من دروج قول ما شاء الله. وصل دغيا. اشتي هذاك اللي اخترع الويفي انسان عظيم جدا، ولكن هذاك اللي قال يدير مود باس ولد الحرام مقطر. هادي واحد المرأة مقلقة ضربت ولادها وهي تقول لهم انتم ماشي ولادي، هو ينقز واحد من ولادها ويقول لها وهاد المرة ما تبقايش تضربي ولاد الناس. دابا علاش ما تجمعوش 1000 درهم لواحد ونشريو طيارة ونغادروا كاملين من هاد البلاد وانا اللي نسوق بيكم؟ الاعمار بيد الله. هادي واحد خيتي قالت لصاحبتها قالت لها حق الله العظيم الى راجلك عالم، البارح عاود لي واحد النكته في الخدمه وبقينا نضحكوا نضحكوا حتى طحت انا وياه من فوق الناموسيه. اي والله العظيم الى توحشت الدجاج ديال العريس قسما بالله. يا ربي يتزوج هذا اللي كيتفرج فيا درك. قول امين. قول البنات. هاي راه ملي كيعرفك وليتي كتبغي وكتحماقي عليه غادي يبدا يعذب في والديك تدريجيا تدريجيا وعقلي. هاي شتي البنت المغربية الا مشات تبغاتك وحباتك وربات هذاك الكبدة غنسى شي حاجة سميتها الفراق، حيت غادي تعيش معاها مسلسل سامحيني حلقة بحلقة. البنت المغربية كتكون جالسة بخير وعلى خير مهدئة مزيانة عتا كيقول ليها عقلها نودي الدار مع خوك يسلخ امك وتعالي جلسي. انا راه ما كاينش اللي كيسالي معايا في دوك الافلام، هو ملي كضربو قرطاسة كيبدا كيتمشى وكيجري، انا الا مشيت تضرب تصبع الصغير مع القون ديال السداري حق الله العظيم تنتشلل. داك الشيقي به اللي يقول لك انا ما كتهمنيش لا طي ديالتك ولا الفورمه ديالتك، راه ما كاينش اللي كتهم الروح ديالك من غير مالك الموت. خاصك انت اللي تسول فيهم وانت اللي تعيط ليهم، حيت هما عندهم ظروف ومشاكل وحنا عندنا قاعه الافراح. شتي لما قسمتوش الحدود في الطاولة انت وصاحبك بلا ما تهدر ليا على نزاعات الدولية والقضية الفلسطينية. هذا واحد الراجل مراته ولدات مع 11 ديال الليل، دخل السبيطار هو يقتل الدرية، جا الطبيب قال لي انت علاش قتلتي الدرية؟ هو يقول لي السيد قال لي حبس، قال لي هذه جاية مع 11 ديال الليل ملي غتكبر ما عادش غتجيني بسلام. هادي واحد المرا كبيرة ما كبير على الله مشات تعزي، ملي سال العزو تم تجي عاقبة بليها جدهم جالس حدا باب الدار وهي تقول ليهم عدم الله واجركم حتى في هادي ما فيا اللي عقب المرة الجاية.
قال لك هذا واحد الراجل كان سكران هو وصحايبته، ملي رجع بالليل دار هو يتسولو مراته، قالت لي في كنت يا سوبرمان؟ قال لها كنت في القهوه. قالت لي مع من كنت يا سوبرمان؟ قال لها كنت مع صحابي. قالت لي واش كنتو كديروا في القهوه سوبرمان؟ قال لها كنت كنشربوا القهوه. هو يقول لي هاجي بعدا شفتك كتبقى تقول لي سوبرمان سوبرمان. قالت لي حيت سوبرمان هو بوحدو اللي كيلبس سليب فوق سروال. واحد البنت طلعت للطوبيس بغات تخلص، لقات خاصها درهم هو يخلصها عليها واحد خينا. شويه ملي تلفتت لقاتو معنقها، هو يقول لها ما تخافيش غير انا. تخيلي معايا تكوني معروضه في شي عرس ودايره راسك كلاس، عاد تمد لك امك عدم وتقول لك هاكي يا بنيتي ترى عزيز عليك تكردي العدومه. دخلت عليك بالله انت جالسه نودي اختي فتحي فيسبوك باسميه جديده وبنمره جديده، ودخلي عاد راجلك ولا خطيبك وشوفي راسك واش انت ميته ولا منتحره ولا مطلقه ولا مريضه. البنات الرقاقات ملي كيلبسوا التكشيطه وكيتحزموا كيوليو يبانوا بحال الربطه ديال القزبر. ملي تعرفي راسك بديتي كتفرقي ما بين القزبر والمعدنوس، عرفي راسك رتي وليتي قادي على الزواج. دخلت عليك بالله اش غتستافد الا تزوجتي بوحده كتسنط لهدرتك؟ ثم فين هما الحوارات؟ فين هما المشاكل؟ فين هو الاكشن؟ هذا واحد سيد غادي كيتسارى هو وصحيبته في المدينه، هو يقول لي حبيبه ديالي قول لي انا شكلي من اللي تزعزع عليا القليب ديالي؟ قالت لي مراتك ورانا. حق الله العظيم تجاتو السكته القلبيه. فين هي هذيك خيتي اللي كانت كتقول عندما يغضب حبيبي تبكي السماء؟ ونود يا اختي قلق لي الزمر احنا تشوطنا. اللي فاتك بالزين فوتو بالتباتة، واللي فاتك بالفلوس ازمتك المعلم ما عندك ما تدير. مخير فيكم اللي كيتفرج فيا درك، المانطا اللي كان كيتغطى به هو صغير درك راه تريني غطيو بالخبز باش يخمر.